انت امتى اجيت على البيت؟ هلا منيح. فيلدان منيحة؟ فيلدان؟ منيحة، ما فيها شي، أمورها تمام. منيح، رحت لتجيبهم، ليش ما رجعوا؟ قالوا هيك مرتاحين، ما بدهم يجوا، رح يبقوا هنيك فترة سكري على الموضوع. أنا رح أخبر أمها أساساً مشان ما تروح وراهن على الفاضي. بس قبل ما تروح ما وضحت لي كل هالحكي. يعني ما في شي مهم أصلي، كله عادي. يعني ما حدا لازم يتدخل بقرارها، هي حرة، ما في مشكلة. إذا كانوا مناح ما في مشكلة. أنت منيحة؟ منيحة، طالعة شم شوية هوا. أصلي؟ فرهاد، شو هاد هلأ؟ كيف هيك صار؟ مو أنا زوجك؟ عن جد؟ شو بعرفني؟ كتير استغربت. لا تستغربي. منيحة، صرت أحسن.